معمول العيد ينعاد عليكم جميعا، ان شاء الله سنة خير وبركة على الكل. جبنا من ثلاث محلات معمول. كارلا جبنا من عندها تمر وجوز وفستق ب 78,000 حبي حبي حبي. امل بحصلة 116,000. تعا دوق يا حلو 45,000. كارلا اوكي، كارلا حطت لها يوم بكيس قهوة. وهيدا امل بحصلة كيف بدي اسمع عليها سنة 1872، انا ما بعرف صراحة. باكج احسن من هذيك لانه مطبوع عليه بس نفس النوعية. وهيدا تعا دوق يا حلو. شو هيدا ولا؟ مبين الباكجينج عند كارلا منيح مرتب، مبين عند امل بحصلي كثير مرتبين، وعند هذا تعا دوق يا حلو ما في باكجينج بالمرة، سيء بنعطيه صفر إذا بدك بالباكج، بس خلينا نشوف التيستينج والنوعية. اوكي هيدي الجوز. اخي خلينا ندوقها. السميد رقيق، حشوة كتير كبيرة. اوكي هيدي هاي جدا رائعة. اوكي صراحة أنا كنت بفضل ثلاثتهم طيبين طبعا، انه نفس العجينة هيدي بتستعمل على الثلاثة كان بيطلع افضل. هلا شوف هون البحصلة، شوف السكر على الوجه عم تفرط. لك انا المعمول وقت يفرط خلص بنقز منه. شوف الرقة قد ايه رقيقة، قد ايه الحشوة مليانة. خلينا ندوقها. كثير سكر، السكر عم يقرقش تحت سنانه. طيبه بس هي القرشه ما حبيتها. خلينا نشوف فستق حلبي عند البحصله. شو قصه قرشه السكر تحت سنانه؟ كثير سويت بقلبها. خلينا نشوف هذا التمر. واو تمر رائع. اوه نوعية التمر كتير رائعة. خلينا نشوف هيدا تعا دوق يا حلو. هيك اسم المحل تعا دوق يا حلو. خلينا تركي تعال شوف هيدا شو هيك. هيدي فستق حلبة. هيدي منها طيبة فيها لدعة حريق. خلينا نشوف هيدا. السمير مش مستوي مزبوط، مش مخبوزي مزبوط، عم تفرط بتمه. خلينا ندوق التمر. هذه أفضل وحدة تمر بيناتهم. هذه أطيب وحدة تمر بيناتهم. مثل ما شفتوا قارنا ثلاث محلات بيبيعوا معمول العيد، كارلا، أمل بحصلة، وتعا دوق يا حلو. نعطي من المرتبة الأولى لكارلا، المرتبة الثانية لبحصلة، المرتبة الثالثة تعا دوق يا حلو. بس الثالثة عنده التمر أفضل من الاثنين سوا، بس الفستق والجوز هدوليك أفضل. إن شاء الله هالعيد بيكون بعيد بركة وخير على كل الدول العربية، وإن شاء الله بيعم السلام والمحبة لكل الجميع.